ومعنا من لندن السيد عادل درويش محرر الشؤون البرلمانية عبر خدمة سكايب. سيد عادل، أهلا بك. ربما أكثر من علامة فارقة في هذه الجنازة، جنازة عسكرية لكن لا يرتدي أعضاء العائلة المالكة الزي العسكري، 41 إطلاقة بدل 21، أيضا قائمة المدعوين قائمة قصيرة جدا من 30 شخص بدل المئات، ويغيب عنها زعماء العالم. كم أثرت كورونا على المراسم الملكية في هكذا مناسبات؟ طبعا تأثير كورونا كان كبيرا. لا تنسى أنها هي ليست جنازة رسمية شعبية، ليست جنازة دولة، لكنها جنازة ملكية، وهنا 41 طلقة بدل 21، يعني أنها جنازة ملكية. لكن طبعا كان المفروض أن يدعى 800 شخص لهذه الجنازة لو كانت تتم في لندن. لكن لو كان أحد استحضر روح المرحوم الأمير فيليب الآن ويتكلم، كان هو دائما غير سعيد أو غير مرتاح للالتزام بالتقاليد والمراسم وما إلى ذلك. وربما كنت أسمعه لا أريد أن يسير جسدي اللعين حول لندن لمئات الأميال وما إلى ذلك. هو كان لا يحفل بذلك، وربما كان هذا هو انتقامه الأخير أو ضحكته الأخيرة وسخريته الأخيرة من المراسم الكثيرة التي كان لا يحبها، وإنما كان يؤديها على أداء الواجب. رأينا مثلا أنه كان يحب الهندسة، فوجدنا أنه قام بنفسه بتصميم اللاند روفر وطلقها باللون العسكري لتصبح جنازة ملكية عسكرية. رتب هو أمرها، حتى اختار الموسيقى واختار التراتيل الدينية فيها لتعكس حبه للبيئة والطيور والأشجار وما إلى ذلك، كنوع من تعبيره عن البساطة مع إبقاء الواجب العسكري. فهي كلها ملامح وبصمات الأمير فيليب لترتيبه لجنازته قبل وفاته. هل أراد بهذا الاهتمام بأدق التفاصيل في النعوش والجنازة الملكية العسكرية كما وصفتها، أراد أن يثبت الرسالة الأخيرة بأنه سيغير كل شيء في إرث هذه العائلة المالكة كما غير فيها وهو حي؟ في ثلاث نقاط تذكرتها هنا. النقطة الأولى، هناك تعبير إنجليزي شهير I have no time for fools. أي أنه لا يريد للحمقى أن يفسدوا أي عمل، فهو لم يكن يريد أن ترتب جنازة خارج سيطرته، وبالتالي يقوم أحد الحمقى أو المغفلين بعمل شيء هو لا يحب. النقطة الثانية في مسألة التطوير، هو بتطويره ليس التطوير الذي يسعى إليه اليسار الليبرالي بتقويض الملكية، بالعكس هو كان يرى الملكية أنها الصمغ أو الأسمنت التي تتماسك فيه أمم المملكة المتحدة الأربعة. لكنه تطويره بدأ بربط البيئة بالتقاليد وتسيير التقاليد التسيير مع التحديث مع المعاني الروحية والدينية. لا تنسى أن الجمعية العالمية ليس الحفاظ على البيئة وإنما الحفاظ على الحيوان والأشجار والمخلوقات الله وما إلى ذلك، بدأها بطابع ديني واستدعى أكثر من أعتقد 8 أو 9 من الأديان المختلفة بدأت منذ أكثر من 30 عاما هذا الاجتماع. فهذا هو الارتباطات الثلاثة التي يربطها ببعض، من النوع الروحاني مع التقاليد المستحدثة والحفاظ على البيئة ومخلوقات الله والأشجار. طيب، هنا سيد عادل أريد إجابة قصيرة حتى أتحول إلى سؤال آخر عن الجمهور. هنا هذه اللمسات التي وضعها الأمير الراحل، تعرف أن التاج الملكي وبريطانيا يأخذون بالسابقة ويبنون عليها، هل سيكون هذا سياق للجنازات الملكية أم أنه استثناء وشيء خاص بالأمير الراحل فيليب؟ أعتقد أنه سيكون استثناء خاص في هذا الأمر. هو ما لم يرتب له هو نفسه، هي مسألة أن يكون هناك وباء عالمي وأن يحضر 30 شخص فقط
من ذلك، فأعتقد أنها ستكون سبب. جميل. عن الجمهور، هنا غياب الجمهور الشعب عن هذه الجنازة الملكية العسكرية، إلى أي حد يقوض أو يقطع من أوصال التواصل ما بين العائلة الملكية والجمهور؟ أعتقد هنا أن ربما الملكة نفسها حزينة من أجل ذلك. في مثل هذه المناسبات، ورأينا آخر مرة حتى كانت في جنازة الأميرة ديانا، أن العائلة الملكة نفسها وجلالة الملكة تخرج إلى الشعب، إما في الشرفة أو إما على باب القصر لتقبل التعازي. فهذا الأمر لن يحدث هذه المرة، لكن هناك نوع من المشاركة. ربما أكثر شخص يفهم الشعب هي الملكة نفسها، وقد يصدر عن الملكة بيان خاص في هذا الشأن، فننتظر هذا البيان. شكرا جزيلا لك من لندن عبر خدمة سكايب السيد عادل درويش محرر الشؤون البرلمانية.